في 21 فبراير 2012 تم انتخابه رئيسا توافقيا إثر ثورة شعبية ضد نظام المخلوع صالح. وفي أغسطس 2012 أصدر الرئيس هادي قرارات إعادة هيكلة الجيش على أسس فنية استجابة لمطالب ثورة فبراير. في 18 مارس 2013 افتتح الرئيس هادي أولى جلسات مؤتمر الحوار الوطني الذي شاركت فيه كل المكونات السياسية في البلد. في 25 يناير 2014 تم اختتام مؤتمر الحوار الوطني والاتفاق على مخرجاته. في يوليو 2014 شكل الرئيس هادي لجنة رئاسية لاحتواء المواجهات التي أشعلتها ميليشيا الحوثي في عمران والتي انتهت بمقتل اللواء القشيبي وسيطرة الميليشيا على المحافظة. في 21 سبتمبر 2014 سيطرت ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء. وفي اليوم ذاته وقعت القوى السياسية وبإشراف المبعوث الأممي جمال بن عمر ما سمي باتفاق السلم والشراكة الذي فرضه الحوثيون بقوة السلاح. في 20 يناير 2015 وضعت ميليشيا الحوثي الرئيس هادي تحت الإقامة الجبرية بعد سيطرتها على دار الرئاسة وباقي مؤسسات الدولة والمعسكرات في العاصمة صنعاء. في 21 فبراير 2015 تمكن الرئيس هادي من كسر الحصار والتوجه إلى عدن. وفي 25 مارس 2015 قصفت طائرات تابعة للانقلابيين مقر إقامته في عدن وبعدها غادر إلى السعودية طالبا التدخل العسكري في اليمن. في أواخر العام 2016 عاد هادي مع عدد من أعضاء حكومته إلى عدن وبدأ ممارسة مهامه منها. يقود الرئيس هادي حالياً معركة الساحل الغربي وأعلن أكثر من مرة تصميمه على مشروع الدولة الاتحادية بعد استعادة البلد من سيطرة الميليشيا.